يبقى هو معادلة س زائد ص واحد وس تربيع زائد س ص زائد ص تربيع لغات. بتساوي تلاتة وبين مجموعة الحل. السلام عليكم. انت عايز تجيب الس مكان الصاد، لغات يا مس دي لغات. عايز تجيب الصاد مكان الس، الاتنين صح. بعد تمام، إذنكم لغات. عايز تاني يا شباب عشان عبد المنعم اللي عطلنا. س زائد ص واحد وس تربيع زائد س ص زائد ص تربيع بتساوي تلاتة. انا على اما اجيب السين بدلاله لا اما اجيب السين بدلاله الصاد، لا اما اجيب الصاد بدلاله السين، فانا هودي الصاد هناك بعكس الاشاره، يبقى واحد ناقص صاد، شيل السين واحط واحد ناقص صاد، بس اشيل كل السين واحط صاد. اه ليه؟ انا عايزه كل المعادله تبقى صادات، ما يبقاش فيها متغيرين مجهولين. اه احنا هنشتغل شغلانه بقى دي طويله شويه. فك القوس تربيع، حد يفك لي القوس تربيع اللي فيه معايا ازاي بنفك القوس تربيع. هاي جنان فك لي كده القوس تربيع. ربع الاول، يلا جنات، واحد في واحد بواحد، بسرعة شوية، افتحي المايك. يلا جنات سامعاني جنات؟ طيب يا منى اتفضلي يا منى. القوس تربيع عارفة بيبقى كمان الأول في ربعي نفسه، الأول ربع التاني، الأول في التاني في اتنين، يلا الأول في نفسه، واحد في بعدين واحد واحد صاد في نروح صاد. بعيد شوية، نروح بعيد شوية، نحط زائد صاد أس اتنين، تمام بعدين ناخد نحط إشارة الإشارة اللي في النص، والأول في التاني في اتنين اللي هو بيساوي اتنين صاد. ناقص اتنين صاد أس. تمام ماشي. ولا بالموجب؟ لا بالسالب، تمام، اضربي لي هضرب بقى الصاد السالب. جوه الكور. ماشي، واحد في صاد بصاد، صاد في سالب صاد بسالب صاد أس اتنين، ممتازة، زائد هنزل صاد الصالب صاد تربيع زي وبتساوي ما هي، تلاتة. ما تدخلي التلاتة بالمرة بقى، طيب لا ماشي، خليها سالب مكانها او خلي ماشي. سالب تلاتة بيساوي صفر. أكمل؟ كملي منه، سوري في حاجة أنا ماشي. هتروح مع حاجة على فكرة، لو لاحظتي إن في في ممكن حاجات كتير هتروح. أول حاجة صاد أس اتنين مع السالب صاد اتنين، ممتازة. وهنروح هنودي الواحد مع السالب تلاتة هتساوي سالب اتنين، أحسنت زي الفل. والسالب اتنين صاد وزائد صاد هتبقى سالب واحد صاد. ممتاز، سالب اتنين صاد شبه اللي نطرح وناخد بشرط كبير، سالب صاد زي الفل. هتبقى في الآخر كلها بتساوي صاد أس اتنين ناقص والصاد صاد، والصادين دي هتبقى زي ما هي. ماشي ناقص صاد ناقص اتنين بيساوي صفر. طيب تحللي تمام، هنفتح قوسين قوسين. صاد وصاد، ماشي اتنين وواحد، إشارة الأخير تمام ان شاء الله. سالبة، الشرط الأخير سالبة، هنحط شرط الكبير سالب هيبقى قوس سالب بموجب وقوس صح، بسالب. الكبير هو اللي هياخد اشارة الحد الاوسط اللي هي الاثنين. ماشي يبقى كده الصاد بتساوي ايه؟ يبقى أول حاجة صاد ناقص اتنين بتساوي صفر، ودي على طول السالب اتنين بعكس الاشارة، ونريح دماغنا بدل ما نقعد نكتبها. صاد بتساوي اتنين، واليمة والصاد التانية صاد بتساوي، بتساوي سالب واحد. طيب عوضي بقى هاتي السين، لما اشيل هنعوض الصاد هنا المعادلة واحط اللي هي درجة اتنين. أس واحد، سين زائد اتنين بيساوي واحد، اتنين هي الناحية عندك التانية المعادلة بعكس. الجاهزة اللي انت كنت جايباها من شوية اللي هي س بتساوي واحد ناقص صاد. تمام، سين بتساوي واحد ناقص اتنين اللي هي بتساوي سالب واحد، صح سالب واحد. سين بتساوي التانية واحد لما تشيل السين اه هنا تشيليها وتحط سالب واحد هتبقى ايه؟ سالب في سالب بموجب، يعني سين بتساوي اتنين. ممتاز كده خلصت الإجابة فعلا، يبقى كده معايا السالب واحد واتنين
دي أول مجموعة حال، التاني مجموعة حال، السين بتساوي 2 وصاد بتساوي 1. ممتازة منه ما شاء الله عليك. هي كل الفكرة كانت في ده، في أول حاجة إزاي تفك القوس تربيع وتضرب الصاد جوه القوس، هي دي فكرتها بس. سؤال لكم يا شباب، طب سؤال، سؤال سهل بقى، مرحبا. هتلحق. هديك سؤال سهل هتلحق. يلا، صاد بتساوي، هو جايبها لك جاهزة، صاد بتساوي س ناقص 1، هو مديك المعادلة التانية، صاد تربيع زائد الس بتساوي سالب. يلا دي سهلة جدا بس الاقي الكل ان شاء الله يحلها. مثلا خلصت. ماشي طلعت معاكي ايه؟ في الأول خالص، أول قوس مرتب 3 و2، والتاني سالب 2 وسالب 3. ممتازة يا منة، ممتازة ما شاء الله عليك. طيب تعالوا كده نشوف، الأول هشيل الصاد وهحط القيمة بتاعتها اللي هي س ناقص 1 الكل تربيع، طيب زائد س هتنزل زي ما هي بتساوي 7. قلنا فك قوس تربيع ربع الأول، س في س بس تربيع، ولما نضرب الاتنين في سالب 1 في س، هنضرب الأول 1 في 1 بـ1، خليها أعملها لكم زي ما أنا قلت، اضرب الأول في التاني 2، س في سالب 1 في 2 تبقى بسالب 2 س في النص، نزل الزائد س زي ما هي بتساوي س تربيع، تنزل زي ما هي ناقص 2 س وموجب س تبقى سالب س، دخل عكس الإشارة تبقى سالب 7 وموجب 1 تبقى سالب 6 بتساوي 0. وماله وطيق ليه كده في الكتاب؟ تعب ولا ايه؟ هنفتح قوسين، البتاع بيكتب بالعافية، س تربيع هنكتب هنا س وهنا س، سالب والإشارة التانية سالب في سالب بموجب، الستة 3 في 2 اشمعنى؟ عشان لما اطرحهم يديني 1، لأن الس اللي في النص هنا كأن جنبيها 1، الس مرة هتساوي 3، هنودي السالب 3 بعكس الإشارة، ومرة س هتساوي سالب 2. عوض بقى في المعادلة اللي فوق، شيل السين وحط 3 هنا، 3 ناقص 1 2، كده الصاد طلعت ب2. طيب شيل الصاد، شيل السين قصدي، وحط سالب 2، بدل السالب 3 دي بقى حط سالب 2، سالب 2 وسالب 1 يبقى سالب 3. خلصت المسألة يا شباب، يبقى 3 و2 وسالب 2 وسالب 3، ده حل. خدي ايس كريم يا سلمى، عشان الوقت خلص عندي حصة تانية. سلام.